جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وقع الإنسان في غيبة فهل يكفر عن ذنبه بشيء؟ وهل تنصحونه بشيء؟ جزاكم الله خيرا. كفر الغيبة بأن يستحل من المغتاب، يطلب منه المسامحة. فإذا خشي أنه إذا أخبره أنه يحصل مفسدة أو لم يقدر على مقابلته، أن يكون قد ذهب أو مات، فإنه يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها ويدعو له، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.